أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. على الهيئة نت، استهداف محل للصاغة جنوب شرقي بغداد من قبل مسلحين، وسرقة حلي ذهبية بقيمة 200 مليون دينار. على المدى نطالع، اللجنة المالية الحكومات أخفت الحسابات التفصيلية في قانون الموازنة لعدم مساءلتها. على موقع كتابات، 9 دولارات زيادة في أسعار النفط المعتمدة بالموازنة العراقية تحقق $1.05 مليار شهريا. وعلى الجزيرة نت، نتنياهو يتباهى بالتطبيع والإعلام يكشف زيارته السرية لدول عربية. على العربية الجديد، خلافات بين مصر وحماس بشأن شكل الدولة الفلسطينية. ومن القدس العربي، مكتب نتنياهو يفضح خبايا جلسة مغلقة مع وزراء عرب في وارسو. وعلى الحياة، ترامب يعلن طوارئ وطنية لتشييد الجدار، والديمقراطيون يشكون انقلابا على الدستور. أهلا بكم. بعد العام 2003 صار الفساد المالي من سمات الدولة العراقية، ولهذا لا يزال العراق يحتل المراتب الدولية المتقدمة في هذا المضمار رغم وعود الحكومات المتعاقبة. حكاية الفساد بالسعي لمكافحته في العراق لم تأتي من فراغ، وإنما هي سياسة مخطط لها منذ الأيام الأولى للاحتلال، بدليل ما كشفته صحيفة الجارديان البريطانية نهاية كانون الثاني يناير الماضي، نقلا عن هنري بوكسمان رئيس لجنة الرقابة والإصلاح في الكونغرس الأمريكي وقتها، الذي قال إن الولايات المتحدة أرسلت $281 مليون إلى المتعاونين معها في العراق، وفور دخولها العراق وإسقاط الرئيس الراحل صدام حسين من أجل اختراق العراق والسيطرة على حكومته وإدارته. مقال للكاتب من قبل متعاونين جاسم الشمري في موقع عربي 21. جوهر القضية لا يتعلق بمقدار الأموال المهدورة، لكن في رؤية زعماء الاحتلال، حيث أن بريمر حينما سئل عن مصدر تلك الأموال وأين ذهبت قال: وبدون أدنى خجل ليس مهما، المهم أنها لم تكن من الأموال الأمريكية ولا من دافعي الضرائب بالولايات المتحدة، هي أموال العراق ومن صندوق التنمية للعراق، وقمنا بإدارة تلك الأموال نيابة عن العراقيين. هذه التقارير الجديدة التي تتحدث عن حقائق مخجلة وقعت في العراق على يد ممثل واشنطن في العراق بريمر تؤكد ازدواجية المعايير لدى بريمر، الذي تكلم بمثالية كبيرة في كتابه حينما تحدث عن اجتياح عصابات النهب لمعامل الكهرباء والمحطات الفرعية لسرقة أدوات التحكم والعدادات والأجهزة الإلكترونية، ودمروا أبراج نقل الكهرباء لسرقة الأسلاك النحاسية التي يذيبونها في سبائك ويبيعونها في السوق السوداء، ونهبوا عشرات من المنشآت التي تملكها الدولة. بوش الابن وبريمر هما مؤسسا نظرية الفساد في العراق بشهادة الأمريكيين أنفسهم، فماذا يمكن أن تكون المحصلة في العراق الذي فقد أكثر من 1,000 مليار دولار نتيجة الفساد؟ من يرجو خيرا من محتل؟ فهذا إما عميل أو مغفل. الاحتلال يدمر الدول ويمتص دماء محاربة الفساد والإرهاب، يمص دماء أبنائها عن طريق الفوضى الأمنية والفساد المالي والإداري. فهل هناك من يمتلك القدرة على تنفيذها وإدارتها بما يخدم العراق والعراقيين؟ العراق لا يحتاج إلى قواعد عسكرية أمريكية ليتأكد العراقيون أن الاحتلال حقيقة واقعة على أراضيهم، فآثار الاحتلال لا يمكن إزالتها باتفاقيات أمنية ولا بالولاء لمحتل آخر، إنها في الانقسام المجتمعي الذي فرضته الحكومات والأحزاب والميليشيات في طريقة إدارة الدولة
والوزارات والموازنات الاتحادية وحصص المحافظات بأثر سياسي أو توافقات أو أفضليات طائفية وعرقية. دولة العراق هي نتاج الاحتلال الذي بذخت على الشعب الطائفية والإرهاب والميليشيات والصراعات والتلوث على عموم العراقيين، ومنعت عنهم الخدمات والسلم الأهلية والتعليم والأمن والصحة والأمل بالحياة المستقرة الكريمة. هذا ما جاء في مقال للكاتب حامد الجيلاني في صحيفة العرب اللندنية. لنتابع. الولايات المتحدة باحتلالها العراق في أبريل 2003 وما سبق ذلك التاريخ من دعم لما يسمى بالمعارضة، وهي في معظمها أحزاب طائفية وبقيادات ميليشياوية خاضعة لإيران لا يمكنها أن تتجاهل بعد 16 سنة من الاحتلال طبيعة انتماءات السلطة الحاكمة في العراق وميولها العقائدية الملزمة أكثر من السياسة بالولاء إلى سلطة الولي الفقيه المرشد علي خامنئي، ولكل الواهمين بمفاهيم السيادة والاستقلال في العراق، خاصة لدى اللاعبين على حبل الوطنية من الذين يخضعون بالمطلق في ولائهم العقائدي لولاية خامنئي وينفذون حلمه الامبراطوري في العراق. نقول إن الولايات المتحدة هي دولة الاحتلال التي ضحت بالآلاف من مقاتليها وبالتريليونات من الدولارات، فهل كان ذلك فقط لإسقاط النظام ولتتسلم تلك الأحزاب الطائفية وميليشياتها حكم العراق؟ يضيف الكاتب مؤتمر ورسو ترافق مع فعاليات وتصريحات وزيارات وجلسة لمجلس الأمن أكدت فيها المبعوثة الأممية إلى العراق جينين هينس على ما يعانيه العراقيون من إرهاب متعدد يمنع مكافحة الفساد والميليشيات ونقص الخدمات، واضعة النقاط على الحروف في مرحلة أقل ما توصف بأنها مرحلة تبعث على الأمل عند العراقيين الذين ترسخت لديهم القناعة خلال 40 سنة الماضية أن لا شفاء لأمراض وطنهم المزمنة إلا بسقوط ونهاية النظام الإرهابي في إيران. للفساد أوجه متعددة وأخطرها السياسي الذي صار يوفر مظلات حماية ويتمدد من دون توفر إرادة قوية للقضاء عليه، فطغى واستهتر، فكما يقول المثل من أمن العقاب أساء الأدب، بحسب مقال الكاتب طارق الجبوري في صحيفة الزمان العراقية. وفي العراق ومنذ الاحتلال الأمريكي صرنا نسمع عن قضايا فساد يشيب لها رأس الرضيع وأثرى أشخاص وأدخمت بطونهم بالسحت الحرام على حساب فقر وجوع ومرض ملايين ومعاناتهم من دون أن يلتفت أحد إلى صيحات المواطن الملتاع وأنينهم. ما يؤلم أكثر أن جميع الأحزاب المهيمنة على مقاليد السلطة ترجب الفساد وتلعنه وكأنها ليست هي المسؤولة عنه، وبهذا فهي وبكل وقاحة تتوهم أن كلمات الشجب يمكن أن تخدع المواطن الذي صار يتندر على صور وأشكال غريبة ومفضوحة عن سرقات المال العام، بل إن المواطن كسر حاجز الخوف وبدأ ينشرها من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، ولم يعد هنالك شيء مخفي أو مستور. لن نكون مثاليين وندعي أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لديه عصا سحرية لمواجهة مافيات تفننت في ممارسة فسادها، بحيث يصعب أحياناً توفر الوثائق التي تدينهم كما يحصل في حالة الكمشنات وصفقات مشبوهة لسياسيين، فإن واقع الحال والتجربة تؤكد أنهم قد طغوا حتى صارت رائحة فسادهم تزكم الأنوف. هنالك ممارسات فساد كثيرة أسوأ من هذه لم نسمع عن فتح تحقيق عنها ومعاقبة مرتكبيها، ومنها ما نشرته مواقع التواصل الاجتماعي عن وجبة طعام لمجلس النواب لا ندري مدى صحتها التي كلفت أكثر من 200 مليون دولار. ومثل هذه الحالة ليست الأولى ولن تكون غريبة، فقد سبق وأن أعلن وإبان تولي ماجد النصراوي مسؤولية محافظة البصرة عن صرفيات ضيافة وطعام بملايين الدولارات. نتمنى كمواطنين أن نلمس على أرض الواقع أعمالا جدية لمجلس مكافحة الفساد، فقد تمادى الفاسدون وعبثوا واستهانوا بأبسط حقوق المواطن ولم يعد مقبولا السكوت عليه.
أحداث فنزويلا تجدد لسياسة الحرب الباردة، مقال للكاتب سليم نصار في صحيفة الحياة اللندنية، حيث جاء فيها يؤكد المؤرخون أن الولايات المتحدة مارست سياسة إضعاف جاراتها قبل أن يعطيها ويعطي روسيا مؤتمر بوتسدام هذا الامتياز. الرئيس الانتقالي خوان غوايدو خسر حتى الآن معركته الداخلية، علما أنه نال اعتراف الولايات المتحدة والبرازيل وكولومبيا بشرعية حكمه، في حين أيدت روسيا والصين خصمه نيكولاس مادورو. وهكذا انقسمت دول العالم بين مؤيد ومعارض، الأمر الذي جعل الصحف تكتب عن تجدد الحرب الباردة التي قيل إنها انتهت مع سقوط جدار برلين وانهيار المنظومة الاشتراكية. تقول واشنطن إنها غير متضايقة من أعراض الانفصال التي ظهرت نتائجها السلبية على فنزويلا جيشاً وشعباً، وبما أن هذا البلد الذي يدور في الفضاء الأمريكي لم يعد يمثل تهديداً لأمن الولايات المتحدة، فإن المساعدات الروسية والصينية لن تدوم إلى الأبد. إضافة إلى هذا المعطى، فإن الوضع الجغرافي لدولة فنزويلا مختلف عن وضع المكسيك المتداخل في الجزء الجنوبي من أمريكا الشمالية. المجال يضيق بتعداد الدول المجاورة للولايات المتحدة والتي منعتها الدول الكبرى من ممارسة أنظمة اختارها الشعب بحرية وإخلاص، والشيء ذاته ينطبق على روسيا التي قرر رئيسها فلاديمير بوتين أن يعيد مجموعة دول أوروبا الشرقية إلى بيت الطاعة. والمثل الصيني يقول إذا تخاصمت الفيلة فيا ويل الأعشاب. مالئ الدنيا وشاغل الناس هذا الأسبوع كان مؤتمر وارسو، أو ما يمكن وصفه لضرورات هذا المقال بأنه مؤتمر فالسو. حلفاء إيران في حالة ذعر وتأهب، أيديهم على الزناد لإجهاض مؤامرات مفترضة تبرر رفع اللهجة وحماية وحمل البندقية، وخصومها العزل يهللون للمنقذ الأمريكي ولا يتعبون من انتظار ملاحمه البطولية مهما خيب آمالهم مرة بعد مرة. فالرئيس الأمريكي الذي يوضب الأسلحة والعتاد لمغادرة سوريا سعى مستشاروه من التيار المحافظ على مدى يومين إلى إقناعنا بأن إدارته مستعدة للاستثمار في مواجهة إيران، وبأن طريق ردع طهران لا يمر بالضرورة عبر حل عادل للقضية الفلسطينية، بحسب مقال للكاتب جو ماكرون في صحيفة العربي الجديد. نتابع. كان مؤتمر فالسو بحد ذاته تمريراً على إضاعة الوقت، لكن ما حدث من عروض جانبية على هامشه هو بيت القصيد، لا سيما الرقص حول التطبيع العربي مع إسرائيل مدخلاً لردع إيران. تختزل فكرة المؤتمر الركائز الثلاث التي تستند إليها مقاربة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشرق أوسطية، ضغوط دبلوماسية واقتصادية على طهران، حلف عربي إسرائيلي ضد إيران مفتاحه تسوية ما إسرائيلية فلسطينية، وتمكين إسرائيل في قصف التحركات الإيرانية في سوريا بعد خروج العسكر ورجال الأعمال المعتدلين من الإدارة الأمريكية. أصبح التيار المحافظ الصوت الوحيد في المكتب البيضاوي، وأضحى ترامب يتخبط بين رغبته في الانسحاب من مناطق النزاع سوريا وأفغانستان وميله إلى إنهاء التوتر مع روسيا وكوريا الشمالية من جهة، ورغبته في التشدد في إيران وفنزويلا لأسباب داخلية انتخابية من جهة أخرى. في المحصلة، جاء مؤتمر فالسو بمنزلة تفكير لإدارة ترامب بأن لديها في هذا العالم خصوماً أكثر مما لديها حلفاء، ولهذا لا يمكنها أن تذهب بعيداً في استراتيجيتها الشرق أوسطية، وتذكير النظام الإيراني بأن الوقت الذي يمر ليس لصالحه، وتشريع السلاح في المنطقة لحماية مصالحه سيرتد في النهاية على استقراره الداخلي، ولا بد من الإقرار بأن لا العرب ولا الأمريكيين مستعدون للوقوف في الصفوف الأمامية لمقارعة إيران وحلفائها، ولا إسرائيل ولا إيران تريدان المواجهة أو ترغبان في تحمل تبعاتها.
وصفقة القرن لا أفق لها مهما زاد التشويق بشأن إعلانها. إذن مؤتمر فالسو ليس نقطة تحول وليس حلف بغداد. يقول الكاتب فيصل القاسم في مقاله بصحيفة القدس العربي إن أكثر المصطلحات التي ضحكوا وما زالوا يضحكون بها على الشعب السوري مصطلح الحل السياسي، ولطالما سمعنا من كل القوى الإقليمية والعربية والدولية عبارة فضفاضة مطاطة كوميدية سخيفة، وهي عبارة لا حل عسكريا في سوريا. يا إلهي، وماذا تسمون كل ما فعلته روسيا وإيران وميليشياتها والنظام على مدى الأعوام الأربعة الماضية؟ هل كان تدخلا سياسيا بربكم؟ أم كان غزوا عسكريا مفضوحا لصالح النظام على حسب كل قوى المعارضة أو على حساب كل قوى المعارضة وعلى حساب داعمها أيضا؟ ماذا بقي في سوريا لقوى المعارضة كي يكون هناك حل سياسي يرضي جميع الأطراف؟ كيف يتم تقاسم السلطة في سوريا إذا كان هناك طرف يسيطر على كل مفاصل الدولة العسكرية والاستخباراتية والمدنية، وطرف لم يعد يمتلك شيئا؟ حتى لو فرضت القوى الدولية تقاسم السلطة حسب مقررات جنيف في سوريا، فستبقى اليد العليا للنظام وحلفائه. سوريا بعد الحل ستكون مثل لبنان الآن بالنسبة للمتفائلين، أي أن صاحب المدفع الثقيل سيحكم سوريا وحتى أحزاب المعارضة. أما المتشائمون فلا يتوقعون أن يكون هناك حتى مؤتمر طائف سوري على الطريقة اللبنانية، لأن في لبنان عندما انتهت الحرب لم يكن هناك منتصرون ومهزومون، بل كان هناك تعادل في الانتصارات والخسارات، مما سهل من عملية تقاسم السلطة وقتها. أما في سوريا فالمنتصر هو الطرف الروسي وتوابعه النظامية والإيرانية بفعل الحل العسكري. كم هو مضحك ومضلل أن تسمع مصطلح الحل السياسي بينما كل ما يحدث على الأرض هو اجتياح وحل عسكري وحشي بامتياز. أين السياسي في التدخل الروسي الذي لم يترك منطقة تسيطر عليها المعارضة إلا ودمرها فوق رؤوس ساكنيها على طريقة الأرض المحروقة التي مرسها الروس في الشيشان، وخاصة في عاصمتها غروزني التي سووها بالأرض، وهو مشهد يذكرنا بمشاغل الدمار الرهيب في الحرب العالمية الثانية بمدينة درسدن الألمانية وغيرها. إلى الأخبار المنوعة. سجلت شركة جوجل الأمريكية مؤخرا براءة اختراع جديدة لهاتف يتم تجميع أجزائه الأساسية من قبل المستخدم. سجلت براءة الاختراع تحت اسم الجهاز المعياري وأجزاؤه، الذي يعتقد أنه جهاز جوجل الجديد الموازي لمجموعة هواتفها الحالية بيكسل. وتوضح الوثيقة أن الجهاز مكون من ثلاثة أجزاء رئيسة هي الوحدة الرئيسية، وتتكون من الشاشة ورقاقات الإلكترونية ومجموعة المستشعرات والبطارية، بالإضافة إلى مكونات إلكترونية أخرى. وتضم الوحدة الثانية وحدات ترقية منفصلة إلكترونيا عن الوحدة الرئيسة، بينما تعتبر الوحدة الثالثة بمنزلة الإطار الذي يجمع عناصر الوحدات الأخرى. لنشاهد الوجه الآخر لحرية التعبير.
شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.